أهلا وسهلا بحضراتكم في تغطية قناة المحور لقمة التكتلات الإفريقية الاقتصادية المنعقدة في كينيا، اللي بتناقش طبعا مجموعة من العناوين المهمة جدا في إفريقيا اليوم. من ضمن هذه الموضوعات أو على رأس هذه الموضوعات كيفية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء. أيضا يتم مناقشة عناوين أخرى، كيفية الدفع قدما باتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، لأن الأرقام الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي أو الإمكانيات الحقيقية للقارة الإفريقية بكل ما تتمتع به من ثروات ومصادر طبيعية وثروات طبيعية وبشرية في ذات الوقت. كل هذه العناوين تناقش اليوم أيضا في ظل تغيرات مناخية ضاغطة تلقي بثقلها على الوضع في القارة الإفريقية، وأيضا يعني ظروف اقتصادية عالمية وتغيرات سياسية كثيرة تلقي أيضا بظلالها على القارة السمراء. احنا طبعا النهاردة بنناقش كل هذه العناوين، لكن مهم جدا نتوقف عند شق العلاقات المصرية الكينية بما أنه هذه القمة اليوم منعقدة في كينيا. لذلك يسعدني استضافة والترحيب والحديث عن كل هذه الموضوعات مع السفير وائل نصر الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، اللي منورنا عبر شاشة المحور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، تشرفت نيروبي. احنا سعداء جدا بوجودنا مع حضرتك النهاردة، والحين علاقات مصر وكينيا هي علاقات ممتدة عبر التاريخ وعلاقات وثيقة، ويمكن حتى الكثير من المراقبين والمحللين يتذكروا الزيارة اللي وصفت بالتاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لنيروبي في 2017. طبعا كان ده وقت الرئيس السابق كينياتا، لكن حتى بالرئيس الحالي حصل لقاءين في ظرف شهر واحد هو شهر يونيو. في أي ملفات تحديدا تتصل العلاقات أو يعني تتقاطع خيوط العلاقات، وفي أي ملفات تتصل هذه الخيوط؟ لا، هو في طبعا جوانب كتيرة جدا للعلاقات ما بين البلدين. احنا قرب جغرافي، ده عنصر أهمية سياسية في المنطقة والدور إقليمي فاعل. كينيا تعتبر لاعب فاعل كبير في منطقة شرق أفريقيا، اللي هي بتمثل مدخل للأمن القومي المصري. الصومال دولة مجاورة مع كينيا وحدود مباشرة، إثيوبيا دولة مجاورة، جنوب السودان دولة مجاورة، أوغندا، رواندا، بوروندي، تنزانيا، كل دي دول بترتبط بحدود مع كينيا، فهي عنصر استقرار مهم جدا في منطقة شرق أفريقيا. احنا شفنا في كام الفترات الأخيرة، ويمكن على مدار عقود كمان، من وقت ما ابتدت الأزمات تحصل في الصومال، المنطقة بنلاقي مشكلة بتحصل في بلد وبتنتقل بعد كده البلد أخرى. كينيا من وقت الاستقلال سنة 1963 إلى اليوم لم تشهد أي نوع من عدم الاستقرار. جايز في بعض المراحل اللي مرت بيها كان في بعض الاضطرابات البسيطة وبعضها مؤخرا، إنما دايما في استقرار، في تطور ديمقراطي مهم بيحصل في كينيا. فهي مثال جيد جدا للدولة اللي تمثل ركيزة هامة للتحرك من المنطقة. موقعها الجغرافي في حد ذاته، هي تقريبا تعتبر في قلب أفريقيا وإن مالت قليلا إلى الشرق، إنما عندها خطوط طيران تقدر أنها توصلها بكل الدول، عندها تواصل زي ما أنا شرحت بمجموعة كبيرة من الدول، عندها إطلالة على المحيط الهندي، فبالتالي في النقل البحري متوفر. كل الجوانب ده بيؤهل كينيا ان هي تلعب دور قائد في المنطقة. كينيا عشان جزء الاستقرار اللي فيها لعبت دور كبير في وساطات مختلفة في بعض القضايا الإقليمية، من ضمنها الوساطة في الكونغو الديمقراطية وفي قضايا أخرى إقليمية برضو تهم مصر. هي كانت راعي لاتفاق السلام في جنوب السودان وهكذا. ففي اتصال يعني دور كبير جدا لكينيا بتلعبه في المنطقة. المنطقة ديت هي منبع الأمن القومي المصري، وبالتالي التنسيق واللقاءات اللي تمت ما بين الرئيسين وتواليها بهذا الشكل بيعكس مدى التقارب اللي ما بين الدولتين، واللي احنا بنأمل ان هو يتزايد في الفترة القادمة، مش بس
على مستوى القيادات ان هو يبتدي ينعكس بقى كمان على المستويات الشعبيه والاقتصاديه. حضرتك اشرت يمكن في البدايه لموضوع تحرير التجاره، كينيا من الدول القائده في افريقيا لتحرير التجاره، والرئيس روتو بيدعو ان احنا نتعامل بالعملات المحليه في التجاره ما بيننا وبين بعض، ودي احد الجوانب اللي فعلا على المستوى الثنائي بقى كمان مصر بتناقشها مع كينيا بشكل قوي. جوانب كتيره في تبادل الاعتماد ما بين الدول الافريقيه، احنا شفنا حرب اوكرانيا هزت العالم كله ازاي وسلاسل الامداد المختلفه. عندنا الامكانيات موجوده في افريقيا، هي ناقصه الخبرات وناقصه المعرفه. بعض الدول عندها الارض والميه وما عندهاش المعرفه، وبعض الدول العكس. فبالتالي دمج الخبرات ديت مع بعض والتضامن ما بين الدول الافريقيه ممكن يؤدي الى ان فعلا يحصل نمو مضطرد وتكامل ما بين الدول الافريقيه، وكينيا مؤهله تماما ان هي تلعب هذا الدور، وان شاء الله يكون مع مصر وبفضل طبعا الدعم والتوجيه السياسي ان احنا نقدر نوصل لنتائج ايجابيه في الاطار ده. وعلى ذكر التضامن والتعاون اللي حضرتك يعني تفضلت بيهم، كان لافت جدا الاشاره اللي قام بيها الرئيس روتو في زامبيا في الكوماسا تحديدا. اول ما استلم الكلمه هو يعني اثنى على الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره على فتره قياده مصر ورئاسه مصر للكوماسا. يمكن ده يكون ضمن الاعراف الدبلوماسيه امر طبيعي، لكن بالتأكيد أيضا له دلالة أو له مغزى. بالتأكيد هو ما فيش أي حاجة تلزم أي رئيس إن هو يشير أو يثني على دولة أخرى أو على قيادة أخرى، وبالذات هو بيلقي كلمته بيستعرض فيها رؤية دولته والتطورات اللي هي قامت بيها في إطار عمل المنظمة اللي هو بيتحدث أمامها. فبالتالي مش معتاد قوي إن هو يتقال، إنما ده بيعكس مدى التقدير اللي بيحمله الجانب الكيني لمصر، ومصر أيضا لديها تقدير كبير لكينيا ودورها الإقليمي زي ما أنا شرحت، وانعكس في جوانب كتيرة جدا في الفترة الأخيرة. كم الزيارات المتبادلة، مسؤولين مصريين بيجوا هنا أو كينيين بيروحوا لمصر، يعني احنا تقريبا ما بيعديش شهر الا ما بيجي لنا وزير او اتنين من مصر، والعكس صحيح. فيعني على الاقل احنا بنتكلم ما بين 2-4 زيارات وزارية في الشهر الواحد. انا بقالي هنا 6 شهور من اول لما جيت، بسم الله ما شاء الله الامور الرجل رايحة جاية من الناحيتين، وده دليل التنسيق السياسي والفني على المستويات المختلفة. فبالتأكيد التقدير متبادل ما بين الدولتين. طب على ذكر الوتيرة المتسارعة للقاءات والتواصل ما بين مصر وكينيا على مستويات مختلفة واللي حضرتك يعني شرحت تفاصيله، هل ده كان أمر مسبوق؟ يعني هل ده أمر معتاد؟ خليني أصيغ سؤالي بطريقة مختلفة، هل كان في أي وقت تاني في نفس القدر من الاهتمام المصري بالدائرة الإفريقية ونفس القدر من التوسع في العمق الإفريقي، وحضرتك عندك باع طويل في الشأن الدبلوماسي؟ كان عندنا يمكن زمان في مرحلة ما يمكن لغاية بداية التسعينات كان في اهتمام كبير قوي بأفريقيا، من هقول من الخمسينات أو آخر الخمسينات والستينات، إلى ودي كانت مرحلة دعم حركات التحرر من الاستعمار، واستمرت بعد كده على سنوات وبدرجات متفاوتة إلى بداية التسعينات. بعد كده ابتدت الاهتمام بأفريقيا يتراجع شيئا فشيئا، ووصل لمرحلة أن كان فعلا مصر بتتغيب حتى عن حضور الاجتماعات الهامة في الإطار الأفريقي. تواجد مصر على الساحة الأفريقية والزيارات اللي قام بها السيد الرئيس حتى مؤخرا زيارته لأنغولا وزامبيا وغيرها، ده بيؤكد ان مدى الاهتمام على مستوى القيادة السياسية بان مصر يكون لها دورها على القارة وبصمتها في توجيه العمل الأفريقي المشترك. الاهتمام دوت مش بتمليه اللحظة، بتمليه المصلحة وبتمليه التاريخ والمستقبل كمان والنظرة للمستقبل. مصر في النهاية بغض النظر عن دوائر الاهتمام المختلفة ليها والانتماء المختلفة ليها، هي بتقع
الجزء الأكبر منها بيقع في القارة الأفريقية. مصدر الحياة الرئيسي لمصر مياه النيل بمصدره من أفريقيا، فشيء طبيعي أن ارتباط مصر بأفريقيا يكون هو قوي ويبقى فيه اهتمام ورؤية لتقويته أكتر من كده. ولما دايما نيجي نتكلم عن الاقتصاد وتقوية أواصر العلاقات الاقتصادية، دايما الاستقرار حاضر، أو دايما يقال أنه كلاهما وجهان لعملة واحدة، الاستقرار وفي نفس الوقت التقدم والتنمية الاقتصادية والرفاه. لما بنتكلم النهاردة عن بعض المستجدات والتطورات المهمة زي البيان المصري الإثيوبي المشترك، انعكاس ده على ازدهار القارة واستطاعة الزعماء الأفارقة النهاردة أنهم يحققوا اختراقات حقيقية من خلال قمة التكتلات الاقتصادية وغيرها من الآليات الاقتصادية المختلفة. طبعا، لأن هي في أطر تنسيق كتير موجودة وممكن نحن نخلقها، وقد تكون مفيدة أو قد لا تكون مفيدة. هي الفكرة كلها أن احنا نقدر نستخدم أطر التنسيق ديت كأدوات، ما تبقاش هي الهدف في حد ذاته ان احنا بنلتقي وخلاص وانتهينا، لا، دي أدوات لتحقيق الأهداف اللي بنسعى إليها واللي تسعى إليها الدول الأفريقية. مصر دولة من أكبر الدول في أكبر الاقتصادات الأفريقية، وفي نفس الوقت هي من أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي. في نوع من النظرة إلى مصر إن هي تقدم خبراتها للدول الأفريقية وتكون هي الجسر مع العالم الخارجي. الصناعة مثلا في مصر بدأت من عهد محمد علي. الدول الأفريقية بدأت فيها الصناعات بعد الاستقلال، احنا بنتكلم في الستينات وما بعد الستينات، فبالتالي هم حديثي العهد بالصناعة. يمكن ده سهل عليهم شوية الدخول في عصر تكنولوجيا المعلومات. بلد زي كينيا متقدمة جدا في مجال الاتصالات، هم دلوقتي شغالين على نشر الجيل الخامس من شبكات المحمول وشغالين على البنية التحتية اللازمة، متقدمين جدا في مجال البنكي. في بعض الجوانب هنا أنا بسأل، حتى عندنا هنا سي اي بي بنك التجاري الدولي قدر يستحوذ على بنك كيني وابتدى نشاطه مع بداية السنة هنا في كينيا. بشوف معهم بيقولوا لي لا فعلا في بعض الجوانب النظام البنكي الكيني متطور فيها عننا احنا حتى في مصر، وبعض الجوانب احنا طبعا متطورين فيها، انما في شيء نتعلمه من بعض. ان اهمية التكامل. بالظبط كده.